بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التنسيق الرسمي للمرحلة الثانية، وهنبدأ بتربية طنطا. خدت من 374، آثار انتساب الأقصر 373، تربية حلوان 373، فنون تربية ابتدائي الزقازيق 371، فنون جميلة 371 في المنصورة، تربية السادات وتربية دمنهور وتربية سوهاج 370، تربية ابتدائي بورسعيد 368، تربية أسيوط 368.5، آثار انتساب بقنا 368، تربية الفيوم 367، تربية المنصورة 366.5، تربية ابتدائي جامعة عين شمس 366.5، تربية طفولة الزقازيق 365.5، كلية البنات تربية عين شمس 363.5، تربية كفر الشيخ 363.5، تربية ابتدائي بنها 361.5، فنون جميلة المنيا 361.5، تربية ابتدائي شبين الكوم 361.5، كلية فنون جميلة أسيوط 360، تربية ابتدائي طنطا 359.5، تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائي حلوان 359، نوعية المنيا 359، فنون جميلة الأقصر 358، تربية ابتدائي أسيوط 358.5، تربية أساسي اسكندرية برضه 358.5، هي ابتدائي هي أساسي على فكرة، بس دي مسميات. تربية إسماعيلية 358.5، بنات تربية حلقة ابتدائي عين شمس طبعا 356، تربية ابتدائي بني سويف 355، ابتدائي السادات برضه 355، فرع الوادي الجديد 354.5، آداب القاهرة 354، رياض أطفال المنيا برضه 354، آداب عين شمس 353، تربية جامعة السويس 353، تربية نوعية الزقازيق 351، تربية ابتدائي المنصورة 351، تربية طفولة 351، تربية أسوان 351، رياض أطفال أسيوط 350.5، تربية ابتدائي الفيوم 48.5، 348، تربية ابتدائي إسماعيلية 347، رياض أطفال بني سويف نفس المجموع، تربية ابتدائي دمنهور نفس المجموع 347.5، تربية طفولة شبين الكوم 347، آداب بنها 346، حقوق المنيا 346، تجارة القاهرة 346، تربية طفولة 345، تربية ابتدائي هنا برضه 345، كلية بنات شعب الطفولة 344، آداب حلوان 344، شعب الطفولة السادات طالبات 343، كلية نوعية طنطا 343، تربية ابتدائي سوهاج 343، تجارة عين شمس 343، رياض أطفال بورسعيد 342. بصراحة التنسيق عالي قوي، الله يكون في عونكم. آداب الإسكندرية 341، رياض أطفال حلوان للبنات بس 341، طفولة الإسماعيلية 339، تجارة المنصورة 337، تجارة الإسكندرية 337، رياض أطفال المنصورة 336، تربية طفولة سوهاج طالبات 335، الإدارة الفندقية فرع مرسى مطروح 334، آداب بورسعيد 333.5، تجارة جامعة دمياط 333.5، تجارة الزقازيق 333.5، تجارة حلوان 333، سياحة وفنادق الإسكندرية 333، 331 نوعية كفر الشيخ، نوعية بنها 330، نوعية الإسكندرية 328، تربية دمياط 328، تربية الغردقة
جنوب الوادي برضو 328، تربية طفولة 326، آداب انتساب القاهرة 325. على فكرة احنا نشرنا التنسيق ده وقلنا تنسيق متوقع، كان قريب منه، يعني تقريبا معظم الكليات هي هي. آداب انتساب القاهرة 325، آداب شبين 325، آداب الفيوم 325، انتساب عين شمس 324، رياض أطفال اسكندرية بنات برضه 324، تجارة القاهرة 323 انتساب، آداب بنات آداب عين شمس 323، تربية طفولة دمنهور 322، تربية العريش 322. هو على فكرة اللي نشرناه زي كده بالظبط، اللي احنا قلنا توقعات المرحلة الثانية هي هي، مدى التنسيق الرسمي. تربية ابتدائي جامعة السويس 319، آداب انتساب بنها 318، انتساب اسكندرية 318 ونص، انتساب عين شمس 318 ونص، تجارة بنها 318، تجارة بنها حلوة 318، انتساب حلوان 318، حقوق سوهاج 318، تجارة اسماعيلية 318، هنا جنوب الوادي آداب 317، تجارة بني سويف حلوة 317، حلوة بني سويف 317، رياض أطفال اسكندرية 317، تجارة انتساب حلوان 314، آداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية 314، نوعية موسيقية ملهاش لازمة المنيا 312، نوعية جيزة 311. دي بالكلية أنا معرفش يعني، يعني مش ما مطلعش حاجة. تجارة كفر الشيخ 310، كلية البنات آداب انتساب عين شمس 309، الآداب والعلوم الإنسانية بالسويس 309، آداب دمنهور 309، آداب كفر الشيخ 308، آداب المنيا 307. آداب كويسة هو، بس طبعا الأقسام بتاعتها بتاخد على حسب إيه، على حسب مثلا اللي عايز يخش إنجليزي لازم يجيب أكتر من 40، وإحنا قايلين الكلام ده قبل كده. تربية رياض أطفال دمياط 307، تربية موسيقية 306، بني سويف 306، تجارة بورسعيد 306، تجارة هنا 305، تربية رياضية بنات شبين 305، نوعية موسيقية الزقازيق 305، آداب أسوان 304 ونص، 304 ونص، تجارة انتساب، تجارة انتساب المنصورة 304 ونص، آداب جامعة دمياط 304، حقوق القاهرة 304، حقوق عين شمس 302، كلية نوعية عباسية 302، آداب أسيوط 302، تجارة شبين الكوم المنوفية 302، آداب انتساب بورسعيد 301، آداب العريش 301، نوعية بورسعيد 301، آداب انتساب الفيوم 299، تجارة دمنهور 299، دار علوم القاهرة حلوة 299، دار علوم القاهرة الناس اللي بتسألني حلوة، تربية فنية الزمالك جامعة حلوان 298، آداب انتساب موجة شبين الكوم في المنوفية 295، هنا تربية نوعية 95، آداب سوهاج 95، آداب الوادي الجديد 94، 200 يعني 294، تجارة انتساب الزقازيق 293، حقوق حلوان 293، تجارة أسوان 92، تجارة طنطا 292، تجارة دمنهور 299. هو يا اخوانا اللي احنا نشرنا، لسه نشر الفيديو انا بتاع تجارة في جامعة الحاج الجمهورية امبارح، نفس الكليات هي هي. انتساب الزقازيق، آداب انتساب الزقازيق 295، آداب سوهاج 295، تجارة انتساب زقازيق 293، حقوق حلوان 293، كلية تجارة أسوان 292، تجارة طنطا 292، تربية طفولة الوادي الجديد 291، المرحلة الثالثة تبقى قريبة من كده على فكرة. تجارة جامعة السويس 288، تجارة جامعة السادات 88، تجارة العريش 287، آداب انتساب دمنهور 287، حقوق انتساب القاهرة 285، تجارة انتساب شبين الكوم 285، آداب انتساب إسماعيلية 204، تجارة أسيوط 284، حقوق بنها 283، حقوق بني سويف 282، تجارة انتساب جامعة دمياط 282، دار العلوم 282 في القاهرة، انتساب بس عشان احنا قلنا 299 انتظام، تمام؟ طيب آداب انتساب طنطا 280، آداب انتساب هنا 279، تربية طفولة اسكندرية 279، حقوق اسكندرية 279، تجارة سوهاج 279، تربية رياضية بنين هنا الوادي 279، آداب انتساب كفر الشيخ 279.
دي كانت اهم الكليات المرحله الثانيه، وده التنسيق. والنتيجه هسيب لكم الرابط، اللي عاوز نتيجه التنسيق هيدخل باسمه ورقم الجلوس، هسيب لكم الرابط تحت الفيديو. ربنا يوفق الجميع ويرضيهم يا رب، وشكرا والسلام عليكم. ورحمة الله.